مساء الفل يا شباب، معلش اتأخرت عليكم، ما بقالي فترة مش بنزل فيديوهات بسبب ظروف معينة. بس عندي النهاردة كده هناخد ترنيمة تعالوا تعالوا يا تعابة على الجيتار، تكملة يعني للي فات. احنا اتكلمنا قبل كده على الحروف، على الإيقاع، على بعض السلالم يعني، تمام. فاحنا هدخل في الموضوع على طول. بتبدأ من المي، صول 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 ديز، تمام. بص على صوابعي كمان، صول صول فا فا ري، وامسك صول ميجر واعمل ايقاع الفلامينجو واحد. احنا متفقين على الايقاع دوت هنعمله، واخدينه في كذا حاجه. واحد واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. يبقى واحد هعمله بس كفلامينجو، يعني ان انا عايز اسيفها فلامينجو. واحدة، وبعد كده هو ما بيجيش غير بسرعة يعني، بس اعمله على البطيء. لا لا صول صول فا مي فا مي وصول ميجر ري ري مي صول صول لا ماينر مي لا لا صول صول فا مي فا مي صول ميجر ري مي صول صول لا ماينر لا سي لا سي، وبعد كده لا ماينر. اول الكورد يعرف ان انا بعمل الايقاع معايا. تاني هذا مره تاني. تعملها كوردات تعال تعال ماينر البداية، نفس التنيمة كلها بنفس اللحن. لو في اي حاجة ممكن تقولي لي في التعليقات، وشكرا للتشجيع، شكرا لكم.